لك بالله صدق، لك لا شغل ولا مشغلة، يعني بشرفك عفتها وذبيتها على العمالة، شغل ماكو، عفتها ورحت أصلح كهرباء، يا هلدك بابا يقول لعم الكهرباء طافية ما تروح من يمي، تقول ليش اسمي وين أروح؟ عيادة الدكتور اختصاص معالجة أورام بالأشعة، خلاص أفتح عيادة، أفتح عيادة وأكتب بيها الكشفية بـ50، إذا ما تعالجت أنطيك 100. خلاص قررت. أبو نجية، أبو نجية محتاجك بشغلة. العلاج بـ50,000 دينار، إذا ما تتعالج ننطيك 200,000 دينار. أنا دكتور، هذا يعالجني إذا ما أثر مثرم وأخذ منه 200,000 دينار، فلا أسمى أنا دكتور. تفضل. مرحبا دكتور. اهلا وسهلا دكتور، انا جيتك اشكي من المرض من زمان. غيرك شبيك دكتور؟ انا فقدت حاسه الذوق من زمان. قل لي انت دفعت الـ50,000؟ نعم دكتور. زين ابو نجيه، قطره 56 والله بلا زحمه. لسانك ابني مبروك ابني، حاسة الذوق رجعت لك، اقدر تفضل. لك كنت تثرم لي بـ50,000 فاني دكتور، لك انا لك اصبر لي اقوى دكتور اني. منو؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلونك دكتور؟ اهلا وسهلا يا اهلا. دكتور فقدت الذاكرة من سنين وما أعرف أنا بيا سنة بيا ألوان، يمكن صار عندي زهايمر براسي وريد ترجع لي الذاكرة. بسيطة، طلبك محلول. دفعت الـ50؟ نعم دفعتها. عني يا أبو نجية، قطرة 56. لا دكتور، أبو سيدك كل شيء وراء القطرة من البنزين. القطرة مال البنزين ما ذاك اليوم؟ يا دكتور صار زين. في مالنا رجعت لك الذاكرة. مبروك مبروك، في مالنا رجعت لك الذاكرة. آخ يعني هذا معقولة يثرم لي مرة ثانية؟ صار 100,000 ياخذ من يمي وبنجاح تام. أنا إلك إلا علمك منو أني. أخ دكتور، دكتور منو؟ دكتور أنا فقدت بصري نظري وأريدك ترجع لي نظري. ها أنا آسف، طلبك مو يمي. ما اقدر اعالجك لان هاي الحاله مو يمي، وانا كاتب قطعه، اذا ما اقدر اعالجك فاعطيك 100,000. لا انت تعالجني. ما اقدر، انا اسف. ابو نجيه جيب لي 100,000 اغاتي. تفضل دكتور. تفضل، انا كاتب برا قطعه، اذا ما اقدر اعالجك فاعطيك 100,000. شكرا. تفضل هاي 100. شكرا دكتور. شو هاي 50,000؟ مبروك، عظيم، مبروك، رجع لك نظرك. طيني الـ50. تفضل. اخ لك انت واحد 56 اصلي، ابليس يتعلم من يمك ياخذ شهادة الدكتوراه من يمك.